اهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهارده كان في تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي، ويمكن على طول كده العجله بتدور. مارسيل كولر يمكن استأنف التدريبات النهارده عقب مباراه سموحه استعدادا لمواجهه الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهره الدولي الساعه 8:30 مساء باذن الله. تدريب النهارده كان الصبح على ملعب التتش، والجهاز الفني قرر مواصله التدريبات بدون راحه بعد ما الفريق حقق الفوز على سموحه بثلاثه اهداف مقابل هدف وتأهل الى الدور النهائي من بطوله كأس مصر. السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقد محاضره للاعبين قبل ان تؤدي مجموعه من اللاعبين تدريبات استشفائيه وفقا للبرنامج التدريبي. حراس المرمى خاضوا مرانا قويا تحت اشراف ميشيل يانكون قبل ان يقوم الجهاز الفني باجراء تقسيمه كره قويه بمشاركه اللاعبين. يمكن طبعا ما فيش تفاصيل اكتر من كده، عندنا مباراه صعبه جدا جدا. بالمناسبه مباراه سموحه اتمنى الكل يقفل الحديث عنها وخلاص المباراه انتهت بكل احداثها. نقفل بقى عن القصه دي، كهربا لعب جاب اهداف الموضوع انتهى، صفحه واتقفلت، احنا ما كسبناش بطوله. دي مباراه في مباريات كاس مصر، مباراه الزمالك اللي جايه مباراه صعبه، فريق الزمالك ايا كانت نتائجه في الدوري ليست مقياس. لازم نضع في حساباتنا ان المباراه صعبه، وبلاش حاله التفاؤل الزائده عن الحد، سواء من الجماهير او من السوشيال ميديا او من البعض اللي بيحب مثلا ايه يعمل مثلا مكايده في جماهير الفريق المنافس. لا يا جماعه، الكوره ملهاش كبير. الكوره ملهاش كبير، ممكن تكون كسبان الدوري وفرق 20 نقطه وتيجي تلعب اخر مباراه في الدوري مع الزمالك تخسر. فمباراه صعبه جدا، وكمان الظروف اللي عندنا قبل هذه المباراه بتزود المباراه صعوبه، الاصابات كتيره جدا، ولغايه اللحظه دي ما حدش عارف مين اللي هيرجع. فبتتكلم في السوليه وحمدي فتحي اتنين وسط ملعب، بتتكلم في محمد عبد المنعم محمود متولي اتنين مساكين، يعني انت بتتكلم في خط كامل اتنين مساكين اتنين وسط دفاع، بنتكلم في سافيو وطاهر، بتتكلم في 6-7 لعيبه، ولسه بيرسي التاو مش عارف هيرجع ولا مش هيرجع. الصفقات الجديده لسه داخله اخر ثلث ساعه في مباراه سموحه، فالموقف صعب جدا. وقبل ما اختم ده واروح بقى لترند الاهلي، بصراحه اتمنى يبقى في كشف على المنشطات في هذه المباراه بشكل اوسع. لما بتشوفوا نهائيات افريقيا او مباريات نهائيات كاس عالم ممكن يبقى في اجراء كشف ومنشطات على 2-3-4 لعيبه، اتمنى ده يحصل سواء قبل المباراه او المباراه، على لعيبه الاهلي ولا لعيبه الزمالك. عايزين نشوف مسابقه نظيفه. الفترة الأخيرة بحالة الجدل اللي موجودة، أتمنى الفترة الجاية وعندنا مباراة أهلي وزمالك ما يبقاش فيها هزار، وإجراء كشف ومنشطات بشكل دقيق جدا من قبل المنظمة المصرية المسؤولة عن هذا الموضوع.